أنا هنا بقول في مصر إحنا جادين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة تحدياتنا اللي منها التعليم اللي بنعتبره هو يعني أساس البناء للدول، التعليم الحقيقي والجودة الحقيقية. وبقول لينا دلوقتي وأرجو أن الكل يسمعنا، الجامعات العظيمة اللي موجودة في العالم، أنتوا بتتكلموا عن حقوق الإنسان وأنا بتكلم معاكم عن حقوق الإنسان، عايزين تساعدونا، ساعدونا في أن احنا يبقى لدينا معرفة وتعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومستوياتكم، عشان ده حق زي ما قال كورسيرا أنه هو حق من حقوق الإنسان. أنا لو الطالب اللي عندي أو الطالبة لم تستطيع أن تحقق المعايير للالتحاق بالكلية لن تحصل على الفرصة. عشان تحصل على الفرصة لازم تكون متعلمة طبقا للمستوى التعليم اللي بيتم القياس عليه. مش بتعمل اختبارات للجامعات دي قبل الدخول يا دكتور خالد؟ وبالتالي طبعا احنا لو تعليمنا متواضع مش هنقدر نخش. حبينا نعمل في بلادنا هنا وهنعمل في بلادنا هنا وهنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلادنا هنا. وبقول للعالم الإسلامي انتبه، انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه أن يدمرك ويدمر مستقبلك زي ما هو بيدمر حاضرك. الإسلام ملوش علاقة بالفكر الجامد والفكر المتطرف اللي بيهدف إلى تدمير الشعوب وتدمير مستقبلها وحضرتك.